السلام عليكم. اختي، هذا الوليد هذا ملي كانت عنده عمر 4 شهور كانت تقاس ليا بالسخانه، وهزيت ديت لواحد واحد المستشفى نعس فيه مده ديال 3 ايام. مستشفى هنا في مراكش؟ اه، هنا في مراكش، مستشفى هنا في مراكش، بلا ما نذكر الاسم ديال المستشفى. نعس فيه 3 ايام بالسخانه، حتى واحد ما دار ليه شي حاجه. الدري مليح هو وامه، كانت ناعسه مع امه. الدري مليح هو امه، وقت ما مشيت للزياره تلقاه ناعس بالسخانه طالع عليه، وحتى شي واحد ما تيدي. وقت ما دويت معاهم تيقولوا لي راه الطبيبه ما كاينش. بقى الدري ناعس تمايا. واحد النهار تعيطوا عليا في التليفون، قال لي جي دابا، جي دروك. مشيت تنجري اخوتي، لقيت الدري عينيه مقلوبين وفي لابيلانس، ماشي طاف بلاصتو، لقيته زوه داروه في لابيلانس وعينيه مقلوبين. مني داو للسبيطار محمد السادس، دخل نعس في السبيطار في الانعاش 24 ساعة. خرج بلا انسولين، خرج تيضرب جوج انواع ديال الانسولين، تيضرب البطيئة او تيضرب السريعة. تيضرب ديك السريعة تيضربها 3 مرات في النهار، والبطيئة تيضربها ديال الليل، تيضربها مرة واحدة في الليل. البطيئة تيضرب 3 شرطات بالليل، والسريعة تيضرب شرطة مع الصباح وشرطة وسط النهار وشرطة في العشية. وبقيت وبقيو جبناه مع مني خرج بلا نسولين. داكشي جينا للدار، بقينا تنتماشاو مع المعيشه ديالته. راه عارفين صحاب السكر كي دايرين الريجيم وهادي راكم عارفين، تيتعصب بزاف. بقينا تنتعايشوا مع الدري، غادي وتيصفر وغادي وتيبيض، ما عرفناش مناش. طلعت ليه السخانه، عاودناه زيناه، ديناه لمحمد السادس. ملي ديناه لمحمد السادس صيفطونا لامراض الدم والانكولوجي. بديت تندير في التحاليل، التحليله اللي عطاوني تنديرها ديال النخاع الشوكي ديال العظم الكبير. ما خليت، ما درت جميع التحاليل درتهم، حتى شي واحد ما عطاني راس الخيط اخوتي. شي مرض، شي حاجه اللي عندها الدري، راه حتى واحد ما قال لي شي حاجه. وحتى شي ورقه، حتى شي وصفات ديال الدواء ولا شي حاجه، راه ما عنديش. عمر الوليد عنده دروكا 3 سنين، وتيحتاج الدم مره في الشهر كل موعد. الفصيلة ديال الدم الانيجاتيف نادرة، هاد الانيجاتيف قالوا لي ضروري خصك تقلب على الانيجاتيف. كيفاش في العادة تلقى الدم؟ باش تشري ولا تلقى الناس يتبرعوا ولا كيفاش؟ تنبقى تنتسنى، تيعيطوا عليا، تنمشي تندير الدوموند في السبيطار وتنتسنى الناس، تنتسنى صحاب السبيطار تيعيطوا عليا، تتوجد هذيك الصاشية ديال الدم وتيعيطوا عليا مدة 3 ايام 4 ايام يومين، عاد تيمشي تيزيد الدم. يعني من ورا 30 فيزيو اللي تنصيفطو ديال الدم، من وراها 3 ايام 4 ايام عاد تيعاودوا يعيطوا عليا، يقولوا لي اجي راه الدم ديال رضا راه وجد. وتنمشي وتيعلق الدم، ملي تيعلق الدم تيولي شويه بخير، وتيولي سميتو تيعاود يجي. ملي تيتقاد عليه الدم تيولي التنفس عنده اخوتي قليل، ما تيوليش يتنفس. تيضيق عليه النفس، التنفس ما باقيش تيتنفس بزاف، تيولي تيتنهي، تيولي بزاف، تيولي تيتعصب، النعاس ما باقيش تيولي عند مزيان، ما لانه الدم راه هو كلشي. وانت حاليا فين عايش؟ تنعيش اختي في مراكش سيدي يوسف بن علي، شارع المدارس رقم الدار 3. تنطلب من الناس الا كاين شي محسن يتعاون معايا على هذا الوليد، نكتشفوا هذا المرض اللي عنده. الله يرحم الوالدين ويجزيكم بخير. الخدمة اختي تيجي الحالة الطوارئ ولا قعدتي واش استفدتي؟ واه الا خرجت صوفيت راسي راه ضروري خصني نخرج، لانه واخا ما عطاش ما كاين حتى شي حاجة، ضروري خصك تخرج تقلب على راسك، لانه الانسولين غالية والمعيشة راه ما لا حول ولا قوة الا بالله ونعم بالله، اللهم لا الحمد، اللهم لا الحمد. وشكرا، الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير.